السلام عليكم حنيناتي والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم ليزينيشن، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب يا غزالات ديالي. اسمحوا لي أنني تعطلت عليكم وغابت عليكم عاوتاني، ولكن إن شاء الله القصة كاملة خصوصا القصة المنتظرة ديال أهل قريش فغادي نعودها لكم إن شاء الله على قناتنا نهى توفيق حموشة تي في اللي كنعمل فيها بث مباشر معكم كل ليلة يا الغزالات ديالي، وغادي نرجع عاوتاني للبث المباشر ديالنا باذن الله. وحتى ما عرفتش بث مباشر بالحق، هذيك صراحه كتستاهل انني ندير عليها فيديو ونجلس يا اختي ونوطي داكشي مزيان باش ما ننسى حتى حاجه يا الغزالات. فكطلبوا مني وصفه سهله وبسيطه وسريعه وغنى، واحد الحاجه اللي تكون سريعه بغيتو على التجاعيد. انا جبت لكم يا الغزالات ديالي واحد الحل فاليوم جبت لكم واحد طريقة جد بسيطة ورائعة وفينا بوكوسة والتوب ديال التوب يا الغزالات ديالي، خاصة بالتجاعيد اللي كتكون حول العينين وكذلك اللي كتكون حول الفم، يعني الوجه ديالك كله الا عندك فيه مشكلة التجاعيد فهاد الوصفة هادي راها ديالك. وعندنا واحد المكون اللي هو اساسي ياكو، وغنوري لكم واحد الوصفة اخرى موجودة على القناة وكذلك البنات اللي معايا هنا في باري او مثلا في فرنسا عموما الا بغاوها بامكانكم تواصلوا معايا عبر انستغرامي او عبر تيك توك ديالي اللي هو ديفا مازيغ، او الانستغرام اللي هو ابداعات نهى للنواعم الا بغيتوا انكم تشريوها من عندي. اما البنات اللي بغاو يصاوبوها راسهم، طبعا هذيك اللي عندي ما نكذبش عليكم فيها اضافات اخرى، الاخرى كتعطي نتيجه في اسبوع الثانيه اش غادي نقول لكم، خلوني ساكته. فواحد الحاجه اللي فريمون رائعه، المهم انا غادي نوريها لكم الوصفه الاخرى غادي نوريها لكم. فغنعطيكم واحد المكون اللي هو رائع جدا وكذلك زوين للهالات السوداء، فكنتمنى انكم تخليكم معايا باش نوريكم المكونات. انا رجعت معكم يا الغزالات ديالي، فعندنا جوج ديال المكونات كنساو كنشوف هنا، فعندنا جوج ديال المكونات يا الغزالات ديالي. المكون الاول اللي هو زيت جوز الهند، زيت جوز الهند اللي فعلا متوفر وغادي تلقاوه يا الغزالات ديالي. طبعا انا كنستعمل هذا النوع، هذا كيعجبني ما فيهش الريحه ما حتى حاجه، يعني واحد الحاجه اللي رائعه جدا بالنسبه للبنات اللي كيسكنوا هنايا في فرنسا. المهم هذا غادي تلقاوه في المكان اللي كيكونوا فيه البازارات، وراه متوفر كاع باي محل تجاري مشيتي ليه غادي تلقاي زيت جوز الهند. وغادي نحتاجو المكون ديالنا الاكثر من رائع اللي هو القهوه. واش من نوع من القهوه؟ فغادي نحتاجو الى هاد القهوه هذه كما كتشوفوا معايا اللي هي محمصة بدون اي اضافات، هذيك اللي كتكون محمصة بدون اي اضافات، لان خاصكم كي تمشيو عند العطار الغزالات ديالي تطلبوا منه القهوة المحمصة بلا اضافات، ما فيها لا قعقلة لا هيل لا ابزار لا سكنجبير لا حتى حاجة الغزالات ديالي. وغادي تاخذوا ملعقة من زيت جوز الهند تكون كبيرة ولا جوج ياكو، وغادي توضعوا فيها هذا الزيت هذا كذلك في حمام مائي مع التحريك، غادي تحركوهم يا الغزالات ديالي لمدة 20 دقيقة طبعا على نار هادئة، ولكن هذاك الماء خاصو أول بعدا أول حاجة يغلى ياكو. وغادي تحصلوا على واحد المنتج اللي هو رائع جدا كذلك متوفر عندي في المجموعه اللي كنبيعها لكم يا الغزالات ديالي، اللي فيها وصفات لترطيب البشره، وصفات خاصه بالتجاعيد، واللي بغات بامكانها تبدل ودير كذلك في بلاصه شي حاجه ديال التجاعيد، اللي ما عندهاش مشكله ديال التجاعيد دير مثلا حاجه ديال الشعر. وعندي واحد المجموعة خاصة فقط لزيادة الوزن، فاللي بغات أي حاجة تواصل معايا يا الغزالات ديالي عبر انستغرامي ابداعات نهى للنواعم، أو على تيك توك ديفا مزيغ يا الغزالات ديالي. الآن غادي نوريكم بعد ما صوبت هاد الوصفة هذه بالطريقة اللي وريتكم، غادي ناخذ جوج ديال المعالق ديال زيت جوز الهند عليهم ملعقة كبيرة مملوءة، يعني لا للتقرزيز كما قلت لكم يا الغزالات ديالي، فلا للتقرزيز. غادي تاخذوا ثم غادي توضعي ديك الملعقه كبيره مع دوك زوج ديال المعالق ديال الكوك في حمام مائي. اشنو هو الحمام المائي البنات اللي ما كيعرفوش؟ عاوتاني غادي تاخذي واحد الكاسرونه غادي ديري فيها الماء وتخليه حتى يغلى ياكي، وابخي غادي تنقصي على نار هادئه، وتاخذي واحد الكاسرونه واحده اخرى وديري فيها هاد المكونات كما قلت لك، وتبقاي تحركي تقريبا 20 دقيقه
ياكو. من بعد هذيك ال 20 دقيقه غادي توضعي كل شيء في اناء الا بغيتي، بامكانك انك تصفي ما بغيتيش لهلا كاع تصفي الحبيبه ديالي. وبالنسبه للبنات اللي بغاو واحد الحاجه اخرى اللي هي زوينه اللي هو زيت القهوه، زيت القهوه سبق وصوبته معكم على القناه لان في واحد الفتره غير بعيده متعلقه كذلك بالقصه ديال اهل قريش، يعني النوم ديالي تخربق ليا الغزالات ديالي فاستعملت هذاك الزيت هو بعدا اللي لقيت حدايا كندور بحال هكا كنهزو اوطليصو وهي اختي كنبقى كنديرو الوجه ديالي، كنديرو كل الوجه ولكن بالليل، يعني بالنهار ما تستعملوش لان ضربتكم عليه الشمس. واخا تكوني مثلا عايشه فشي بلاصه كاع ما فيها الشمس راه كاينين دوك الاشعه البنفسجيه راه كيديروا بحال الشكل ديال الكلف، ما تقوليش راه ما كايناش الشمس نطلص الزيتون خرج، فهمتوني الغزالات ديالي. المهم يا الحبيبات ديالي زيت القهوه ضروري تصاوبوه، اي انت اي امراه كتهتم براسها كتحب راسها فصوبي زيت القهوه، فقط كتبوا زيت القهوه ابداعات نهى للنواعم. صوبت معكم هي الغزالات ديالي عرفتوا بطريقه احترافيه، عرفتوا بشحال باش كيتباع بالزباله ديال الفلوس، فعلا كيتباع كنهضر على الحقيقي ماشي داك التزوير داك ما نعرفها شنو هذاك التزوير لا، فانا كنهضر على زيت القهوه الحقيقي راه غالي وغالي جدا وبامكانكم تمشيو تشوفوا لي السيت بشحال كيبيعوه. راه انا صاوبت معكم السيروم ديال القهوه، هذاك ماشي يعتبر زيت قهوه داك السيروم واحد الحاجه اللي رائعه جدا يا الغزالات ديالي، غتوليو تدهنوا به هاد البلاصه هذه اللي تحت العينين، وكذلك بامكانكم تستعملوه الى كامل الوجه لانه واحد الحاجه اللي رائعه جدا. وبالنسبه لهاد الوصفه ديالنا فطبعا حسب الرغبه، الا خليتوه بزاف فهاد اللون هذا ديال الزيت راه غادي يتبدل لكم، ما خليتوش بزاف ما غاديش يتبدل فهمتوني، غادي تاخدي منه واحد شويه غادي تولي تاخدي منه واحد المسحه بحال هكذا، وغادي توضعيها سواء هنا تحت العينين غادي توضعيها لكامل الوجه ديالك يا الغزال ديالي. وفي الصباح اكيد غادي تغسلي بصابونه القمر، صابونه القمر عباره عن صابونه حصريه فقط لقناتي، ما كايناش شي قناه اخرى ودوك القنوات اللي خداوها ويعني خداو غير داك العنوان راه هل اللي صوبتها بخيزو، هل اللي صوبتها بالبصله، هل اللي صوبتها انا كاع ما داير فيها كاع الخضر ما داير فيها، اللي صوبتها بالبطاطا بقى لهم واحد شويه ونسبوا لينا واحد الطويجين ويعرضوا علينا. فما تجربوا اي وصفه ديال صابونه القمر من اي قناه لان انا سبق ليها وشوفوا التاريخ ديالها وكاع اللي جربها من عندها الحمد لله والشكر لله، كيدعي ليا مع الام ديالي بالرحمه، شنو بغيت انا اكثر منها كتبقى وانا تبرعوني غير بالدعوات للوالده ديالي وادعوا ليها بالرحمه يا الغزالات ديالي. وانتم كذلك كذلك الوجه ديالكم يتصفاو ويتحيدوا منكم الحبوب ويعني وكذلك الكلف راه هي زوينه للكلف وكتصفي البشره كترجعها هكا دائما يا البنات كنستعملها، بقات عندي فيها دابا واحد القطعه والله تنوريها لكم تسناو. ها هي الغزالات ديالي شفتوها ما كتفارقنيش دابا هذه غتبقى عندي واحد يومين هذه يعني خصني نصاوبها يا الغزالات ديالي، طبعا خصني نصاوبها في اسرع وقت ممكن راه زوينه وطوب ديال الطوب. وكذلك البنات اللي هنايا في باري الا بغيتوا انني نصاوبها لكم لان الاغلبيه ما كتنجحش معاهم، فالبنات اللي هنايا ما عليكم الا تواصلوا معايا كما سبق وقلت لكم يا الغزالات ديالي. وكذلك اللي بغاتها يعني باي حاجه تقولها لي تقول لي شنو بغات في هذيك الصابونه انا اكيد غادي نصاوبها ليها حسب المعايير وحسب الطلب ديالها يا الغزالات ديالي. وهاد الوصفه كما قلت لكم غتستعملوها بشكل يومي والغد ليه دائما تغسلوا بصابونه القمر وما عمركم تخرجوا من دون وضع الواقي الشمسي يا الغزالات ديالي. الواقي الشمسي كيحافظ لكم على البشره ديالكم وكتبقى ديما البشره ديالكم منوره بدون تجاعيد، حتى لو فداك الشويه ديال التجاعيد ما كيأثروش نهائيا يعني البشره كتبقى نقيقيه، حتى لو وضعتي مثلا الميكاب ديالك يا اختي وضعتي قديتي الحاله سكسفتي على الحاله يا اختي كتبقاي بوكوسه والتوب ديال الطوب، لان كل النساء جميلات كل زوينات كل فنات يا الغزالات ديالي، ما كايناش شي مراه اللي نقولوا عليها خيبوها، اهم حاجه اهتمي براسك لان الا ما اهتميتي براسك يا الحبيبه ديالي ما كاينش غادي يجي ويدق عليك ويعطيك واحد كيلو ولا جوج كيلو ديال الاهتمام كان غير اللي يبقى يحرق لك في الاعصاب ديالك، لهذا ما تخليش الفرصه لبنادم يحرق لك في دمك يا اختي. كل يوم اللي بغى يموت يموت، انا غنديها في راسي وغنهتم براسي. فما تنساوش الغزالات ديالي بشي دعوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده، ولا عندكم اي تساؤل او اي اقتراح فاكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات. وما تنساوش انكم تجيو عندنا لقناتنا نهى توفيق حموشه تي في اللي كنعمل فيها بث مباشر معكم كل ليله يا الغزالات ديالي، ما تنساونيش بشي دعوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده وبارطاجيو الفيديو وفجروا لي لايكات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعا.